pencil A, pencil B, same tall. Pencil A, tall, pencil B. اللي يبغى يسوي صاحبنا انه يبغى يقارن بين حاجتين الصفة اللي فيهم متساوية، يعني القلمين اللي عنده نفس الطول للاثنين، فكيف يقارن بين شيئين او بين شخصين يحملوا صفة متعادلة او متساوية؟ هذا بنعرفه الان. للمقارنة بين شيئين او شخصين متساويين او متشابهين في صفة واحدة نستخدم قاعدة المقارنة as plus adjective plus as، يعني نحتاج الى صفة وتكون محاطة بـ two as، as as وبينهم adjective. على سبيل المثال لو احمد وعلي اثنين من نفس الطول اقدر اقول احمد is as tall as Ali، بمعنى ان احمد وعلي نفس الطول. واذا كان عندي شخصين صفتهم غير متساوية او غير متعادلة نقدر نكون صيغة النفي من هذه المقارنة ونضع قبل كلمة as الأولى كلمة not. لو عندي أحمد and Ali مرة ثانية وأحمد أكثر سعادة من علي، so I can say Ali isn't as happy as أحمد. بهذه الطريقة نقدر نقارن بين الأشياء والأشخاص إذا كان عندهم صفة متساوية أو غير متساوية. خلنا نرجع لصاحبنا نشوف يقدر يسوي الآن مقارنة ولا لا. So now pencil A is as tall as pencil B. يعطيكم الصحة والعافية، هذه كانت معلومة اليوم، أتمنى أنها كانت خفيفة، ونسعد باشتراكاتكم وتنوير القناة بوجودكم. نلتقيكم في دروس قادمة.